في نادي المقاولين. كابتن طارق مبروك يا كابتن طارق النهارده. الله يبارك كابتن كريم طبعا. مبروك يا كابتن طارق. مبروك يا حبيبي طبعا كابتن حسن وكابتن علاء وكابتن وليد. الحمد لله. مبروك يا كابتن طارق. مبروك يا كابتن طارق. الله يبارك فيك يا كابتن علاء. مبروك يا كابتن وليد. الحمد لله. النهارده شريف اكرامي يعني ما شاء الله، لكنه لم يختبر بالشكل اللي فيه تهديد على مرمى اكرامي. بالظبط كريم، هو فعلا شريف النهارده ما اختبرش اختبار جدي كتير، ما كان باين قوي ان شريف مركز قوي، باين تحركاته كويسه جدا الحمد لله، كان توجيهاته لزمايله حاجات اللي جات له حاجات بسيطه، انما بيبان يا كابتن كريم دايما ان كان يكون مركز او عايش المباراه وعايش الموقف اللعب وعايش الكره العرضيه سواء شوطه مسافه بعيده. فانا شايف الحمد لله شريف النهارده الحاجات اللي جات له حاجات خفيفه جدا، انما برضه اتعامل معاها بشكل كويس جدا الحمد لله. تعليمتك ايه الكابتن شريف النهارده لو شريف اكرامي يا كابتن طارق قبل المباراه؟ الهدوء، يبقى هادي جدا جدا يا كابتن كريم، لان طبعا دايما الهدوء ده بيولد حاجتين اتنين مهمين جدا. التحركات تتعامل بشكل كويس جدا، ابقى عندي وعي بالتحركات. الحاجه الثانيه دايما قراراتها هتبقى مظبوطه. ايوه. وهتبقى في التوقيت المناسب. والهدوء ده دايما انت عارف ان المباراه كابتن كريم قبلها بيومين او بثلاثه كان في اجواء مشحونه شويه بالظبط، وكان المباراه اتلعب في الجونه وحصل مشاكل وبتاع. طبعاً كل ده بيأثر على اللعيبه طبعا، هي تأثر سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت اكل على دي في المحاضره ان عايز يبقى في تركيز عالي جدا، عايز الروح تبقى عاليه جدا ولكن بهدوء. التجهيز النفسي النهارده كان مهم يا كابتن طارق، لعيبه الاهلي يعني شفنا لعيبه الاهلي النهارده بيأدوا بشكل قوي، هادين في الملعب، في تقل كده في الشخصيه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. هو ده سر النجاح النهارده يا كابتن كريم، النقطه اللي بتتكلم فيها دي مهمه جدا جدا، ودي الحمد لله رب العالمين اتكلم فيها كابتن وائل، اتكلم فيها كابتن فتحي، ان احنا عايزين نبقى هاديين. طبعا عايزين نكسب وعايزين نعمل اداء كويس، ولكن مش هيجي بان انت تبقى متوتر في الملعب. أيوة. مش هيجي ان انت تبقى في عصبيه شويه في الملعب، عايزين نبقى هاديين جدا. والحمد لله انا شايف ان الفتره اللي فاتت دي كلها، سامع كابتن حسن بيتكلم ان الفتره اللي فاتت دي كلها كابتن فتحي عمل اداء كويس جدا وعمل نتيجه كمان كويسه. بالظبط. فده تكمله للاداء الكويس الفتره اللي فاتت كابتن كريم والنتيجه كمان. فالحمد لله يعني المباراه النهارده انا شايف استحواذ طوال 90 دقيقه، كان ما لناش برضه يعني جبنا جونين وما كانش لنا فرص كتير، انما كان في استحواذ بشكل كبير جدا على المباراه النهارده. اللعبه اللي حتى الناس دي اتأدت بشكل كويس سواء رمضان او عمرو او حتى تريزيجيه برضه اضافوا للفرقه لما نزلوا. فالشوط العام الحمد لله يعني مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم طبعا المهندس محمود طاهر، مبروك لجمهور النادي الاهلي الكبير اللي جانا وساندنا قبل الماتش بيومين، وكان برضه عامل من العوامل الرئيسيه ان هو ادى دفعه كبيره جدا للعيبه النهارده. ايوه. وكنا احنا حتى بنتكلم مع اللعيبه يا كابتن كريم، ما عايزين نفتكر الجمهور اللي جانا ده واحنا فرق بيننا وبين الزمالك 9 بونت قبل ما نلعب ماتش النهارده. بالظبط. تخيل يا كابتن كريم انت بتلعب النهارده مباراه بينك وبين الزمالك 9 بونت، والى حد كبير جدا الزمالك 99.9 حسم الدوري، ورغم كده جمهور بيجي لك ما انتش عارف تتمرن من الجمهور اللي موجود على التراك، الجمهور اللي موجود جوه الملعب. ايوه. فدي كلها دايما النهارده كان بنبدا حوافز ودوافع للعيبه النهارده كانت بتتكلم فيها، وكابتن وائل وكابتن علاء امبارح قبل ما نسافر اسكندريه. ايوه. انا شايف الحمد لله رب العالمين مباراه مهمه، طبعا احنا ما خدناش التليفون برضه وقع تاني. بص يا كريم، بص في حاجه، هو لغايه ما يجي كابتن طارق تاني يعني هو كان بيقول لك الكابتن فتحي اتكلم مع اللعيبه على اساس ان هم لازم يبقوا هاديين في الملعب. فبيبقى دايما في كوتش بره وفي كوتش جوه. انا مش بقول كوتش بره الملعب وكوتش جوه، الكابتن اللي هو كابتن فريق انا بقول عليه كوتش او القائد جوه، انا بقول عليه كوتش زي مين في الاهلي؟ حسام غالي. حسام غالي النهارده عشان انت تقيم الكلام اللي انا بقوله ده، ها بص لكل الانذارات او الفاولات اللي خدها النادي الاهلي مفيش حد اعترض طبعا، وبص للفاولات اللي خدها نادي الزمالك، شوف الاعتراضات قد ايه من كام لعيب. فده بيبين لك الفرقه اللي هي متوتره صح، ها والفرقه اللي هي هاديه صح، ونفسيا واثقه من نفسها وهاديه صح. ده اللي بيبين لك بالظبط كابتن. خلال في نقطه مهمه جدا اللي هي عدد الخبرات في تيم النادي الاهلي، مفيش ولا لعيب صغير النهارده، يعني الكابتن فتحي راهن على الخبرات صح. بص اصغر اتنين في الملعب هتلاقي سعد سمير ومؤمن زكريا، وخبرات برضه، خبرات كبيره ده الاثنين 25 سنه، وشريف اكرام، وشريف حازم، يعني هتلاقي كل اللعيبه عندها خبرات عاليه جدا. خد بالك دي نقطه مهمه جدا ان احنا نسال عليها كمان الكابتن طارق. كابتن يعني. طارق ايوه كابتن، معلش انت عارف الطريق بقى التليفون اكيد بيقطع شويه. على فكره النقطه اللي كانت فيها دي وليد يا كابتن كريم، احنا اتكلمنا فيها قبل الماتش يعني انا وعلي وايوب وكابتن فتحي وكابتن وائل، اتكلمنا ان المواقف اللي قبل في الملعب النهارده عندها خبرات فعلا، ولعبت ماتشات كتيره وتقيله وماتشات مهمه، ومنها ماتشات زمالك كتير قبل كده. ايوه.
فعلا كابتن سعد زي ما كابتن وائل بيقول راهن على الخبرات موجوده في الملعب، وعشان كده كان في هدوء بشكل مش طبيعي في الملعب، كان في تقل على الكوره، كان في تخبطات بشكل فيه وعي من اللعيبه، وده ساعدنا كتير جدا في المباراه النهارده. النقطه اللي كانت كابتن وائل دي احنا اتكلمنا فيها من قبل المباراه احنا كلها مع بعض. كابتن طارق عايز اسالك سؤال في تخصصك كمدرب حراس مرمى، بيفرق تعليماتك لشريف ان النادي الاهلي يكون بيلعب بسردباكين او يكون بيلعب بثلاثه؟ يعني هل التعليمات بتختلف لما يكون النادي الاهلي بيلعب بسردباكين وباكين على الطرف او يكون بيلعب بثلاث سردباكات يا كابتن طارق؟ مفيش شك يا كابتن وليد، هو لما بيلعب بسردباكين وهو على خط واحد، النهارده هنلعب بثلاث سردباكات برضو على خط واحد. هو المهم ان انا ما بقاش في جاب كبير بيني وبين خط الظهر يا كابتن كريم، لما يبقى في ليبرو يا كابتن وليد، الليبرو هنا بيبقى عامل عمق شويه، فممكن يساعد ان الحارس حتى لو في جاب كبير بينه وبين خط الظهر ممكن يعني ما يبانش قوي. لو انت خدت بالك في كوره النهارده انا كنت بتكلم وليد، قلت له دايما بكلم شريف ان الحاجات اللي هي بتبقى ورا خط الظهر ده سواء من ناحيه الجنب اليمين او من الجنب الشمال اتعامل معاه شريف كويس قوي، اتعامل معاه كويس جدا جدا. صح اللي اتحطت من ورا خط الدفاع، لان انا بتكلم مع كابتن طارق على طول يا كابتن حسن في الجزئيه دي. ان دايما تيم النادي الاهلي بيلعب على طول كله مندفع، هتلاقي حسين مندفع وباسم مندفع، فكل الكرات وحضرتك طبعا احرزت منها هدف. موقع شريف دايما من ورا خط الدفاع. طيب هنسال كابتن حسن بس معانا كابتن